مشاهدينا، وللحديث أكثر عن إفلات قاتلي المتظاهرين من العقاب في ظل قرار سوداني بإلغاء لجان التحقيق في حوادث القتل في التظاهرات، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات الأستاذ كاظم ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ، وتحيه لك ولجميع قاده قناه الرافدين. حياكم الله. يعني بحسب هيومن رايتس ووتش فان الحكومات المتعاقبه لم تفي بوعودها بمحاسبه قتله متظاهري تشرين، كيف تنظرون انتم كثوار لاصرار الحكومه على التغطيه على هذه الجرائم؟ بدايه نحن على علم بأن هذه الطبقة السياسية ما دامت على رأس السلطة فلن يتحقق أي شيء، ولا يمكن الكشف عن هوية قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم قانونا. نعم. نحن نعلم جيدا قد تم الإعداد إلى عدة لجان أعلن عنها للكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء، وكان الشعب علق الكثير من الآمال على هذه اللجان، منها لجنة خاصة للكشف عن قتلة قوس وقتل المتظاهرين المطاردين وأي شيء. نعم. وكانت هذه اللجنة في طليعة اللجان التي شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي. أيضا كانت هناك لجنة أخرى متخصصة في أحداث العنف المفرط والاعتداءات والاعتقالات بحق المتظاهرين. نعم. وأيضا رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وعد توي الضحايا والماقين والجرحى بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم والإعلان عنهم. نعم. فما وعد ذوي المغيبين عن مصير أبنائهم ومن هي الجهات التي تقوم بمثل هذه الجرائم، ولم يكشف أي شيء عن مصير المغيبين والمختطفين ولا عن قتلة المتظاهرين، وهناك الآلاف أيضا قد تمت إصابتهم وإعاقتهم وهم مقعدين الآن لا يستطيعون الحركة. كل هذه الوعود هي مجرد امتصاص غضب الشارع وتهويد الغضب الشعبي المتزايد لا أكثر. هذه طيب. الطبقة السياسية هي من قامت بقتل المتظاهرين، أحزاب حاكمهم شركاء بقتل المتظاهرين جميعهم. وفي هذا الإطار سيد كاظم، يعني هيومن رايتس ووتش تؤكد أن الميليشيات هي المسؤولة عن قتل ناشطي تشرين وملحقتهم، وهل تعتقد لهذا السبب لم يتحرك الكاظمي ومن بعده السوداني حتى الآن في محاسبة قتلة المتظاهرين، لأنهم يعني الميليشيات متهمة فيها؟ بالضبط سيد كريم، قتلة المتظاهرين هم الميليشيات، والميليشيات هي من تشكل السلطة، أحزاب السلطة هي عبارة عن ميليشيات وجماعات مسلحة، فكيف لهذه الجماعات وهي من قتلت المتظاهرين وهي من دعمت قتلة المتظاهرين، كيف لها أن تكشف عن نفسها بقتل المتظاهرين؟ جميع الأحزاب وخصوصا السلطة الحالية برئاسة محمد الشياع السوداني هي إنتاج الإطار هو صاحب الميليشيات، صاحب يعني الأغلبية بالميليشيات والسلاح المنفلت، وهو من يستمد أوامره من الولي الفقيه باعتبارهم هذه الأحزاب والميليشيات جميعهم ملايين يستمدون أوامرهم من الخارج ومن إيران تحديدا، فكيف يكشفون عن أنفسهم وهم القتلة؟ هذا لا يمكن. لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا الكلام وأن صدق من رئيس وزراء أو من جهة عليا. طبعا قتل كشف قتلة المتظاهرين أيضا يعني لا ماذا يمكن كان يريد السوداني إلا بإزالة هذه الطبقة السياسية الحاكمة وإيجاد نظام سياسي جديد، وهناك الكثير يعول على اسقاط هذه الطبقه السياسيه، وخصوصا كل الظروف المحيطه بالبلد تؤكد بل وتعطي مؤشرات بان الطبقه السياسيه عمرها قصير. طيب كاظم سريعا، يعني ماذا كان يريد كاظم اذا سمحت لي، ماذا كان يريد السوداني باصدار قرار حل لجنه التحقيق المكلفه بملاحقه قتله المتظاهرين؟ لماذا تم الغاء هذه اللجنه؟ سيدي هذه الأوامر هي ليس من السوداني، السوداني هو مجرد أداة في يد أحزاب الإطار. الإطار هو من أمر السوداني بإبعاد هذه الجهات عن متابعة قتلة المتظاهرين. نعم. لا يريدون أن يصل رئيس الوزراء وهو طبعا جزء منهم، لا يريدون أن يكشف مصير مغيب أو محتقن أو الكشف عن المجرمين وقتلة المتظاهرين والقناصة، فهم جميعهم مشتركين بهذه العمليات ويريدون القضاء على هذا الملف وإغلاقه نهائيا ما دامت هذه الطبقة السياسية كما ذكرت لك يعني على رأس السلطة
لا يمكن الكشف عن قتلة المتظاهرين. نحن لا نصدق لهذه الأساطير. نحن نطالب حاليا مطالبنا قبل الانتخابات، والسبب هو التي دفعنا بعدم المشاركة بالانتخابات هو نحن على يقين هذه الطبقة السياسية لا يرجى منها خيرا ولا تكشف عن مصير المغيبين ولا المعتقلين ولا القتلة ولا القناصة. ثورة الشعاب هي أولا ثورة دماء، ثورة ثكالى، ثورة جياع. نشكرك شكرا لك كاظم ماجد الناشط في التظاهرات من الناصرية، شكرا جزيلا لك.